هيكون جدول أعمال اليوم ودراسة التقارير الشهرية ونقييم هذه التقارير ونناقش أيضا التقارير السنوية موعد الاجتماع السنوي أهدافنا المنشودة في حرية شعوبنا وحياتها المستقرة وبناء الأمة الديمقراطية التي ناضل من أجلها كل أهل شعوبنا وعلى رأسهم القائد والمفكر عبد الله أوجلان الذي هو رهين السجن والعزل والعزلة والمناضل بفكره. إننا نعاهد شعوبنا وشهداءنا على الاستمرار في النضال في بناء المؤسسات وخدمة المجتمع. ولا كما لوحظ استمرارية تجارة وتعاطي آفة المخدرات وخاصة بين الفئة الشابة، وفي هذا العام كانت الهجرة الخارجية العنوان الأبرز عبر شبكات منظمة لتهريب الأشخاص وإفراغ المنطقة من أبنائها، وبالتالي حصول تغيير ديموغرافي في جميع مناطق الشمال السوري. إذا تقيم عملات تسير بين وبين المجلس الصعوبات والمعوقات الموجودة سواء مع ضمن عملها مع مجالس الاعداد او مع المجالس المحليه مع مجالس التنفيذيه، يعني من تقييم عام لوضع مجال السلوك والعمل والصعوبات والمعوقات. إمكانيات الأموال ممكن تساعد هذه الإيجاب قدر الإمكان لحد الآن على الأقل في المرحلة الحالية لتجاوز هذه الإشكالية الرسومية. 222 قيد النظر 52 إلى ديوان عدالة 46 المبادرات 622 تنحل 559 قيد النظر 36 إلى ديوان عدالة 27 المجموع الكامل 4568 دعوة تم حل 2694 قيد النظر 1217 إلى ديوان عدالة 657. كنا تقوم بإعطاء المحاضرات وإيضاح حقوق المرأة الشرعية بالإرث والميراث. الوضع التنظيمي يسير العمل.